مشروعنا اليوم هو المشروع الأكبر من نوعه في فلسطين وثاني أكبر مشروع من حجمه في على مستوى الشرق الأوسط من إنتاج طاقة كهربائية عم أسطح منشآت من خلال الطاقة الشمسية. سينتج المشروع بإجمالية ما مقداره 7.13 ميجاوات من الكهرباء، ستوفر كامل احتياجات المنشآت الصناعية والشركات التجارية داخل حدود مدينة غزة الصناعية بطاقة كهربائية مستمرة على مدار الساعة وبأسعار مخفضة. مع البنك الدولي والاي اف سي على الدعم وتمويل. كان من المفروض ان يكون معنا اخونا خالد عربداوي اللي هو رئيس مجلس الاداره، ولكن نظرا لظروف مرضه لم يستطيع الوصول الى دعم. من قبل ائتلاف من شركات وطنيه محليه. انا بفضل نروح على البوديوم. الفكره من هذا المشروع توليد الكهرباء واضحه علشان المصانع، مزيد من المصانع نشجع لخلق آلاف فرص العمل. بالنهاية غزة بحاجة إلى فرص عمل، البطالة في غزة غير طبيعية غير طبيعية، وهذا شعبنا وهدول أهلنا، وعلينا واجب إنه نشتغل لنطلع من المأزق اللي إحنا فيه. أولا، أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يوفر قدرة كهربائية لتشغيل الصناعات المختلفة القائمة في منطقة غزة الصناعية، إضافة إلى أنه يوفر لأصحاب المصانع تكلفة بسيطة مقارنة مع ما يتكبدونه من كلفة مرتفعة في ظل استخدامهم أو اضطرارهم لاستخدام المولدات الخاصة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي. ومن شأن هذا المشروع فيما لو كان هناك حالة من الاستقرار الاقتصادي أن يفتح الباب واسعا أمام تشغيل عدد كبير من العمالة، وكذلك يفتح الباب واسعا أمام تنشيط الحركة الصناعية، بمعنى أن لا تعمل المصانع لفترة واحدة وأن تعمل لأكثر من فترتين في ظل توفر الطاقة الكهربائية. بالتأكيد يعني شكل انقطاع الكهربائي المعضلة الأكبر التي تواجه القطاع الصناعي، لأنه اضطر نتيجة لذلك إلى استخدام وسائل بديلة وهي وسائل أكثر كلفة من سعر الطاقة الذي تحدده شركة توزيع كهرباء غزة. وكذلك سيكون
يكون هذا الأمر بالنسبة لمشروع محطة الكهرباء من الطاقة الشمسية سيكون أقل كلفة من ما كانوا يستخدمونه في تشغيل الماكينات والمعدات المختلفة في المصانع القائمة في منطقة غزة الصناعية. لا مش هخلص.